مركز الشهباء للرعاية الصحية الأولية يقع ضمن مخيم المقاومة في قرية شمارخ، وهذا المخيم يضم حوالي 25,000 نسمة. المركز مدعوم من قبل الرابطة الطبية للمغتربين السوريين سيما. في المركز يتواجد 4 عيادات: عيادة نسائية تخدم حوالي 40 مريضة يوميا، وعيادة سنية تستقبل حوالي 20 مريض، وهناك عيادتين عمات في كل عيادة تقريبا 60 مريض، إضافة لوجود صيدلية تقدم الدواء بشكل مجاني. وأيضا يتواجد في المركز مخبر تتواجد فيه أغلب التحاليل المطلوبة من العيادات، إضافة لوجود فريق صحة مجتمعية يقوم بجولات ميدانية من أجل تقديم الاستشارات وحملات التوعية عن الأمراض المزمنة ومسح لسوء التغذية للأطفال والأمهات. وفي الختام نتمنى استمرار دعم المركز الذي يساهم عن طريق تقديم الخدمات المجانية إلى رفع المعاناة عن الناس، ولكم الشكر.